اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، صفقات شتويه للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما راحش لصفقات كتيره، لكن راح لصفقات هو عايزها، اللي هو احتياجاته يعني. يمكن الصفقه الاخيره بتاعه زنفولي دي كانت اضطراريه، علشان كان الوقت لما محمد الشناوي اتعور يعني حقيقي. اللي اما وسام فصفقه تعتبر يمكن تدعيمه للحته الهجوميه، ودي حاجه مهمه جدا انت محتاجها يعني في الوقت الحالي. لكن انت عندك تخمه من اللاعبين، انا بعتبرها تخمه جيده يعني. عندنا لعيبه كويسه، رضا سليم رجوعه هتبقى حاجه مهمه جدا. رضا سليم من اهم اللعيبه اللي انا شفتها في العشر سنين الاخرين اتعاقد معاهم النادي الاهلي، رغم ان هو ما لعبش كتير، ولكن كامكانيات لعيب كرة اهم امكانيات انا شفتها. والله. طبعا في الفتره، سرعات، قوه، مهاره، فكر، لا لعيب كويس جدا، وهيبقى حاجه جيده جدا. لكن هو كان حظه سيء ان هو اتعور. لكن انا بقى عايز اتكلم على حته الحراسه المرمى. عمر كمال كمان حاجه مهمه جدا. عمر كمال ممكن يعمل لك الواجب الهجومي اللي انت محتاجه في وقت، وبعدين انت عندك كمان ممكن تحرر تحرر حد من وسط الملعب، حد من لا يعني تدخل حد في وسط الملعب من اكرم او محمد هانو، بالاخص اكرم توفيق ممكن يخش كديفندر تاني في وسط الملعب، ممكن يلعب باك ليفت برضه في بعض الاوقات، احتياجات. هاني كمان ممكن يلعب كسرد باك تاني ناحيه اليمين، ودي حاجه مهمه جدا بوجود احمد كمال، يعني كمال عمر كمال هيبقى في الشكل الهجوم عندك كويس. لكن المهم في الامر حراسه المرمى. اوكي، انت كنت شغال بقالك فتره على مصطفى شوبير، انك انت تأدي مصطفى شوبير وحمزه علاء ومصطفى مخلوف، وبعدين حمزه علاء بعديه يجي بعديه، وبعدين مصطفى يجي بعديه. بس احنا دايما لما كنا بنسالكوا يا كابتن كنت دايما تقول يا اسلام احنا المستقبل الحراسه في النادي الاهلي كويس جدا. دي حقيقه ده. وانا ما زلت بقول كويس جدا، ولكن انت بتتكلم على الراي العام والتخوف والخوف. اوكي، انت الثقه. طب انا هسالك سؤال، هل من معقول مصطفى شوبير يلعب فاينل افريقيا ويؤدي الاداء ده لو هو مش جون جيد جدا؟ لا طبعا، ومتمرن كويس ومتمرن كويس ومتأسس كويس. لا، شخصيه كويسه طبعا، يعني شخصيه قويه. الشخصيه حمزه علاء يا كابتن مع حمزه كمان في المنتخب الاولمبي. خلينا نتكلم على الجون اللي المفروض يشيل بقى دلوقتي. صحيح، انا مصطفى شوبير اللي لعبه قبل نهائي افريقيا مع اعلى جمهور جال للنادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي، وما ثقش فيه ان هو اللي هيشيل بعد الشناوي. لا طبعا، ده كلام مش معقول. ولكن انت دايما لما بتيجي تفكر كجهاز فني بتفكر في اولويات الفتره القادمه. لا، وانت بتعمل الحته بتاعت ايه، المدرب دائما بيأمن نفسه. انت حته التأمين يعني شوف، حته الخبرات شويه ما بين مصطفى شوبير اللي هيلعب، لكن حمزه علاء. لا بالك يا كابتن، ما هو انا مش مع هذه الكلمه بصراحه. ليه؟ لانه مصطفى كويس ولعب، لكن حمزه كويس ولعب. يعني هل انت دلوقتي شايف ان الزنفولي بهذا الاداء الرائع اللي كان بيأديه في النصف الاول في الست شهور الاولى مع الداخليه، واحد يعني دايما لما كنت باجي اسال المدربين اللي بيبقوا موجودين معايا على التليفون او على يقول لك بسام كويس جدا وابو جبل هايل، ما كنت بسالهم افضل الحراس اللي موجودين في مصر خلال الفتره اللي فاتت قبل ما نعرف ان في جون هيجي ولا حاجه، كان يقول لك بسام وابو جبل ومش عارف ومين والمهدي سليمان، و دايما كان الزنفولي بيتقال اسمه من وسط هؤلاء الكبار. هو جون كويس جدا، فبالتالي انت هنا بتتكلم وسنه كويس فبالتالي انت هنا مين اللي هيلعب؟ انا بصراحه والله ما اعرف. يمكن المنافسه كلها يا كابتن في الاخر تخدم النادي الاهلي، بمعنى انه منافسه مصطفى من وجهه نظرك، فلان او علام من وجهه نظري، فلان او علام، الاربعه هم بيتنافسوا قدامنا في التمرين. بس دي بتبقى في اللعب الملعب. نعم، بتبقى في الملعب. باك رايت، باك ليفت، سرد باك، سرد باك، حراسه مرمى. لا الحراسه، لان دي بدايه جديده. لا بص يا كابتن اسلام، بص اتفضل. حراسه المرمى في النادي الاهلي على مدار السنين كلها، ايوه، بيجي حارس بيلعب على طول فتره هو اللي بيشيل. تمام، الحارس الاخر بيستنى وبيلعب دول فترات، وبعدين اول ما الحارس ده بيخلص هو اللي بينط ويركب ويلعب. تمام، علشان كده الاستمراريه. انت بتتكلم على انه انت جبت زنفولي عشان يتواجد وينافس الاجوان، ده المقوله الصح. لا، لكن انا اي حد هجيبه صح، انا بتكلم كمدرب في الصح. طب اتفضل. ان مصطفى اللي هيلعب. اوكي، ليه؟ عشان هو اللي واخد على اللعيبه بتاعته، هو اللي واخد على شكل اللعب النادي الاهلي،
هو اللي خد الثقه شويه كتير قوي. وبعدين الزنفولي ممكن تحتاجه يلعب، وما تعلمش كره القدم فيها الكتير، ده اللي انا بقى لسه ممكن كنت شويه برد. لا وبعدين يا كابتن، لا ماشي مصطفى ده رايي، لكن انا بقول لحضرتك ان انا بقى كمدير لسه كنت حضرتك بتقول ايه في بدايه كلامك، قلت الراجل عنده تخمه حلوه فهو دلوقتي حتى في حراسه المرمى اصبح عنده تخمه حلوه، بمعنى ان انا لما يبقى عندي ثلاثه حراس مرمى بهذه الاسماء وبهذا المستوى، سواء مصطفى او حمزه او مصطفى مخلوف، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، حمزه، ما يخش عليهم الزنفولي كمان، يبقى هذا الرباعي بيتنافس. طب انا اسالك علشان واحد اللي يلعب مش الاربعه اللي هيلعبوا. طب انا اسالك سؤال، وحازم خالد جاي من تحت، لما تواجد محمد الشناوي وكان مثلا مصطفى شوبير وكان نفس حمزه الكلام. علاء لا ما كانش نفس الكلام. قول لي ليه كابتن الشناوي ده الشناوي خبرات عاليه وكبيره، انا موافقك انا موافقك وكلام تاني انا بقى عايز ما ينفعش تقارن الشناوي مع لا انا مش بقارنه انا مش بقارنه انا عايز اعمل شناوي تاني. اوكي هعمل شناوي تاني بعدد ساعات اللعب. اوكي حارس المرمى غير لعيب نص الملعب. على فكره انا على فكره كلامك لازم مزبوط. لازم حارس المرمى يلعب فترات طويله جدا. اوكي ما ينفعش هي مره واحده جت في النادي الاهلي بس في تاريخه ان حراس المرمى كانوا بيتبادلوا الادوار، كان الله يرحمه الكابتن ثابت والكابتن اكرام. لما لا ما ينفعش كابتن ثابت الله يرحمه والكابتن اكرام لما كانوا جونين عظام جدا جه عليهم سنه، جيهم عليهم سنه واحده بس، وبعد كده كل واحد كان بياخد سنه يلعب كامله، فكانوا قالوا لهم ماتش وماتش، لكن ما فيش ما ينفعش انك انت هتجرب التاني. يعني بمعنى ايه؟ انا بمعنى انا عايز ادي لمصطفى خبرات كتير ويلعب كتير جدا عشان يبقى عندي شناوي تاني يلعب لي لمده 10 سنين 5 سنين 7 سنين. شناوي بيحرس مرمى النادي الاهلي، شناوي شال النادي الاهلي وشال منتخب مصر فترات طويله وهيرجع لسه هيشيل كمان. فانا الفتره دي انا ليه وجهه نظري ان مصطفى يلعب يا كابتن اسلام الفتره دي كلها لحد ما شناوي يرجع. شناوي لما هيرجع هيعمل ايه؟ هيلعب مكان مصطفى شويه، او هيكون مصطفى تألق قوي واشتغل وساعتها هيتبص بقى على مين اللي يلعب في الفتره دي. على فكره يا كابتن كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام منطقي وكل حاجه صح ماشي، ولكن انا في الاخر يعني انا بقى عكس حضرتك شويه في هذا الامر، لانه انا في الاخر هنظر لايه؟ للتمرين. ما هو انا الثلاثه اللي معايا سواء مصطفى شوبير او مصطفى مخلوف او حمزه انا بشوفهم كل يوم في التمرين. زنفولي بما اني جبته اذا انا محتاجه وعايزه، خلي بالك، فبالتالي انا عندي المنافسه ما بين الاربعه، مين اللي هيلعب ده اللي هتثبته التمرين والارض. احنا هنبدا امتى الماتشات؟ هنبدا يعني خلاص يوم 17 يعني يوم 16 اول 17 مباراه بعد كده 16 19 تمام. لا بس افريقيا ما هو مش مقيد زنفولي. اما انا عارف حاجه تانية، وليه انا عاوز العب مصطفى طول الوقت؟ عشان هيلعب في افريقيا، انا عايز اديله ده، انا بسابق الزمن عشان ياخد كتير صح، عشان ياخد ساعات كتير لعب. على فكره انا مش يعني انا وجهه نظرك مظبوطه 100%. لا علشان افريقيا مش بتكلم كمان في كده، ولكن انا بتكلم لحد ما الشناوي كمان يرجع لك. دايما اللي انا اعرفه في النادي الاهلي ان هناك تنافس ما بين اللي بيلعب بلاش ما عدا حراسه المرمى، طلع الحراس ما عدا كابتن حراسه في كل حته. لا ما عدا كابتن، هقول لك ليه، لان دي بدايه جديده. فيعني ايه بدايه جديده او بدايه جديده؟ يعني ايه؟ يعني انا هتنافس احنا الاربعه عشان انا ممكن يكون واحد اقرب، ممكن يكون واحد اقرب، ولكن في النهايه ممكن هو واحد مين تاني. لما الشناوي كان بيتعور كان بياخد لما علي كان موجود، لما كان علي كان علي اللي بيلعب. هو مصطفى شوبير لعب ليه في الماتش بتاع علي مصاب؟ ان علي والشناوي كانوا مصابين صحيح. يعني لو كان علي سليم كان هو اللي لعب قبل نهائي افريقيا ولا لا؟ كان هو اللي علي لعب. علشان كده حراسه المرمى في النادي الاهلي او في اي تيم بتبقى فيها ترتيب، بمعنى طبعًا. انا ما بحب بس الترتيب ده انا مش عارفينه دلوقتي. ما لا انا الترتيب حاجه كده من وجهه نظري. لا مش وجهه نظري، لكن هو جهاز فني ما يعرفوش. لا لا انا بكلمك على الكوره يا كابتن اسلام، هو انا بكلمك على استراتيجيه المدربين والنادي الاهلي. يمكن يمكن مستر كورر هتلاقيه، لانه دي ده سيستم في العالم كله، مش في مش انا بس اللي بعمله.